كل سنة وانتم طيبين، رمضان كريم. انا دكتور مصطفى النحاس، طبيب نفسي، وسعيد جدا يكون اول بودكاست عربي عن الطب النفسي. وما اننا قاعدين في البيت وقعدتنا في البيت مطولة شوية، ورمضان السنة دي مختلف شوية، فقررنا ندخل معاكم جوه بيت العيلة، نتكلم عن كل فرد في العيلة، عن التحديات اللي بتقابله، عن المشاكل اللي عنده، عن الاحتياجات، ازاي نحل مشاكلنا معاه. هنتكلم بتفاصيل التفاصيل. هنكون معاكم كل يوم جوه بيت العيلة، ومعايا اشطر محاورة في مصر، زوجتي الحبيبة مروة علي. اهلا بيكم في الحلقه 24 من جوه بيت العيله، وبكل اسى الحلقه الاخيره كمان من رمضان. بس من رمضان ان شاء الله، بعد رمضان اكيد نلتقي. ان شاء الله هنلتقي في سلسله جديده باذن الله، غير جوه بيت العيله، بقى هنروح جوه بيوت تانية. نطلع في بيوت تانية فعلا. النهارده الحلقه عن فاكهه العيله، اكتر ناس كلنا بنحبهم في العيله، الجد والجده. دول يعني اجمل ناس واكثر الناس رحمه وهدوءا في العيله. يعني الجد والجده اول ما بنفتكرهم بنفتكر قد ايه كانوا جمال معانا واحنا صغيرين، كمان احلى من واحنا كبار. والله واحنا كبار كمان، يعني انا ذكرياتي مع جدتي الله يرحمها مش بنساها، بكل تفاصيلها، بكلامها، بسكتاتها، بالحكم اللي كانت بتقولها. كان عندها شويه حاجات كده مؤثره في الواحد عمره ما بينساها. طبعا. فدائما الجد والجده دول لهم حته كده جوه القلب مختلفه. يعني اللي بيلحقهم بيعيش معاهم بياخد منهم خبرة حياة مختلفة تماما. ايوه هم لهم طريقة حتى في الحكي وكده، يعني بيبقوا كده ماجيكال كده، صحيح، ملهمين كده. صح، طبعا طبعا سحرية فعلا. طب عايزين نتكلم الاول على تأثيرهم على الاطفال من هم صغيرين وفي تربيتهم، لما بيروحوا عند تيتا وعند جده ده بيأثر فيهم ازاي، خصوصا ان هم لما بيروحوا هناك بيشوفوا حاجات وبيتعامل معاهم حاجات عكس خالص اللي في البيت. طبعا طبعا بيبقى السكر ممنوع في البيت تماما، بنروح عند جده بناكل كل السكريات، طبيعي. بنقعد قدام التلفزيون عند جده وعند تيتا بالساعات، الحاجات اللي ممنوعه في البيت كلها بنعملها عند جده وتيتا. يعني دول اكتر مكان بنروح فيه علشان نتبسط، نبوظ الدنيا. واحنا بس محتاجين نطمن الامهات والاباء لده، يعني طبعا وارد جدا والاكيد انك لما هتدي ابنك عند جده او جدته مش هيمشي بالسيستم اللي انت ماشي عليه، انت خايف وقلقان عشان عايز تمشيه على التراك الصح اللي انت شايفه صح. بس باباك ومامتك او يعني جده وجدته عندهم خبره في الحياه مختلفه، يعني الاجداد عموما بيربوا في الابناء حاجات اهم، لان هما بينقلوا الخبره الحياتيه. الاباء بينقلوا المعلومات، بيدوا معلومات افعل ولا تفعل، بس الحكمة والخبرة في الحياة اللي بنقلها الجد والجدة حتى بطريقتهم اللي تبدو بالنسبة لنا مش مقبولة، اللي فيها شيء من العشوائية أحيانا، أو شيء من الهدوء المبالغ فيه، أو شيء من عدم الخوف، إن احنا بقى خايفين جدا على ولادنا، طب خلي بالك ليه يعمل، طب خلي بالك ليه يأذي نفسه، هو بيكون مطمن جدا بيتعامل مع الموضوع بشكل أهدى بكتير. اولا لانه شاف الخبره دي قبل كده، عاشها كامله، فشاف ما بعد ده، وشاف ان القلق الزايد مش مفيد، مش بيودينا في حته احسن ولا حاجه. ثانيا هو عنده خبرات في الحياه، رؤيته للدنيا مختلفة. احنا عموما كل محطة بنوصل لها نظرتنا بتختلف، لما يكون عندي 20 سنة غير وانا عندي 40 سنة، نظرتي اكيد بتختلف لنفسي وللدنيا، فيبقى عندي مفاهيم جديدة. فالشخص الكبير عدى بكل ده، وبقت اهم حاجة عنده هي فكرة الحكمة. عشان كده لما بتقعدي مع اي حد كبير اكتر حاجة بيعملها ايه؟ هي الحكاوي. عنده حكايات كتيرة جدا، الشخص المسن عنده حكايات وتفاصيل ممكن يقعد يحكيها لك ما يزهقش من كتر ما بيحكي، لان ده بالنسبة له هو ده المحصول بتاعه، هي دي شنطة الكنز بتاعته. فالكنز ده لما بيتنقل للأحفاد هو مفيد مش مضر خالص. يعني اجمالا الاهالي ما تخافش من فكرة ان هم اللي بيعلموه عكس اللي بيشوفوه عند جدهم وجدتهم، يمكن العيال محتاجين كده برضه. هم محتاجين ده جدا، ولما بيرجعوا لبيتك انت، يعني بيرجعوا لبيت العيلة اللي فيه بابا وماما، بيرجعوا للقواعد عشان هم فاهمين ايه المباح وايه مش مباح، وعارفين ان جد وتيتا فتحوا لهم حاجة ازيد شوية من حدودهم، عارفين ان هم هيتدلعوا عليهم زياده شويه، وعارفين هم لما مثلا هيقعدوا يومين مع جده فهياخدوا امتيازات ما كانوش بياخدوها في البيت، هم فاهمين ده كويس جدا. طب اختلاف الاهتمامات بتاع جده وتيتا، يعني دايما بتلاقيهم في حته والاهالي في حته، يعني دول مهتمين بحاجه ودول مهتمين بحاجه تانية خالص. عشان هم عايشين برتم مختلف. يعني عايشين برتم اهدى بكتير، وعايشين على الحاجات القديمه، النوستالجيا بالنسبه لهم اقوى مننا بمراحل. يعني احنا النوستالجيا بتاكل معانا جدا الايام دي، بس بالنسبه لجد وتيتا هي دي حياتهم، هي دي تجربتهم اللي هم عايشين مرتبطين بيها، صورهم القديمه، الافلام اللي بيتفرجوا عليها زمان، الراديو اللي بيسمعوه، البرامج اللي كانوا بيحبوها، الممثلين كانوا متعلقين بيهم، كل دي التجارب بتاعتهم. فريتم حياتهم مختلف تماما، وادراكهم للامور مختلف خالص، يعني هم بيشوفوا الحكايه مش زي ما احنا شايفينها، وبيشوفوا التفاصيل مش زينا. واقرب مثال الوضع الحالي،
يعني هما النهارده لما بتتكلمي مع اي شخص مسن عن الكورونا بيكون رد فعله ايه؟ بيديلك رياكشن مختلف خالص عن اللي احنا شايفينه. لا خالص، في حته تانية، في حته تانية، وفيها وجهه نظر، يعني فيها بعد مختلف. قد يكون شايفها من منظور ديني تماما ان هي رساله سماويه، او قد يكون شايفها من منظور اجتماعي مثلا ان الناس فسدت فربنا بعت لهم رساله كذا. هو عنده وجهه نظر، بس وجهه النظر مش لازم تكون مقنعه بالنسبه لك او فيها منطق، بس هي فيها حاجه، فيها حكمه. هو بالنسبه له هو ده الانسب وهو ده الاقرب لنفسه. طب فكرة النوستالجيا برضو، يعني في منهم كتير من الكبار في السن، ودي حاجة شوية بتتعب ولادهم، هم بيبقوا متابعين بقى كل يوم صفحة الوفيات، ده كان من سني وده كان دفعتي وانا دفعتي بتخلص، وده شوية بيجيب لهم اكتئاب حقيقي. فازاي هم يتعاملوا معاهم في الموضوع ده؟ حلو، احنا بنتمنى من ابائنا، بنتمنى من اجدادنا ان يعني خفف عن نفسك الحمل، بس هو في جزء غصب عنهم لان دول الناس الاقرب ليهم، دول حياتهم. ففي سن معين كده بنوصل له كل الناس اللي نعرفهم ابتدوا يتوفوا، ابتدينا نفقدهم واحد ورا التاني، فاحساسهم ان انا اللي عليا الدور، وان انا الدور جه عليا بعد شويه، وان انا في مرحله معينه كل من هم حولي بيموتوا، فغصب عنه بيكون عنده متابعه شديده لده، بيكون عنده خوف، طب انا امتى هيجي دوري، طب انا امتى هيحصل لي كذا. بس انا محتاج اطمن نفسي ان في ناس عندهم 80 و90 سنه في بلاد اخرى بيركبوا عجل وبينزلوا بيه كل يوم. ده في ناس في بلادنا بيبتدوا مستقبلهم السياسي في التمانينات والتسعينات. السياسي وكل المجالات، مش بس في السياسه، لا في مجالات كتير. السياسي عندنا بالذات يعني. بس قصدي فكره ان انا بصحتي او لا، او ان انا بحافظ على صحتي، او ان انا بنزل امشي، او بتعرض للشمس، او اقدر اعمل اكتيفيتيز. في امثله كتير لناس كبيره مكمله بنشاط عالي جدا ومحافظه على صحتها وما عندهاش حاله الرعب. طبعا كلنا بنخاف وكلنا خايفين من المجهول وخايفين من بكره، وبالنسبه للشخص المسن الخوف من المرض او الموت اكبر بكتير، بس هو محتاج يطمن نفسه شويه انه يقدر يعيش مرتاح. طيب هنا برضو عايزين نروح عند الحته بتاعت العند. الكبار مشهورين بالعند، يقول لك يعني لما الناس بتكبر في السن تبقى عامله زي الاطفال، لازم تداديهم لانهم بيبقوا عناديين جدا ومش بيسمعوا الكلام. ده حقيقي. فاحنا نتعامل معهم ازاي؟ هو من العلامات الشيخوخه، من علامات الكبر اللي ملهاش حاجه علاجيه، لان دي حاجه من عند ربنا، يعني الهرم ده، ان الاوعيه الدمويه بتاعت مخ بيحصل فيها ضيق شويه، الاثيروسكليروز، يعني بتدي الذاكره تتاثر شويه، وكمان حته العند تزيد شويه، يعني الصفات الشخصيه اللي عندنا مثلا من عصبيه، من بخل، من عيوب شخصيه، كل ما بنكبر سنه بتزيد شويه لو احنا مش واعيين بنفسنا وبنشتغل عليها. لما بنكبر عيوبنا الشخصيه بتتفاقم، فانا محتاج دايما ابقى واعي بنفسي وبشتغل عليها. والناس الكبيره مش سهل تقنعهم بوجهه نظرك، مش سهل يسمعوك، مش سهل يقتنعوا باللي انت بتقوله، ولكن سهل جدا تتراحم معاهم، يعني سهل تكون لين معاهم، سهل جدا يتقبلوا منك مشاعر، يعني مشاعر الحب بتوصلهم جدا، الطبطبه، الكلمه الحلوه بتوصلهم جدا وبيستوعبوها جدا وبيحبوها جدا، بس صعب قوي اقناعهم، صعب حوارهم على مستوى العقل وان احنا نتناقش ونوصل لقرار جديد، ده مش امر سهل ومش امر هين. فلو نقدر نتفاداه ارجوك نتفاداه. يعني احنا نتعامل معهم دايما على مستوى المشاعر، على مستوى المشاعر اللي هم يعرفوا يستوعبوها برفق وبلين على قد ما نقدر. طيب موضوع العند ده ليه علاقة بجذب الانتباه؟ يعني ساعات بحس ان هم عايزين اهتمام اكتر، مهما اديتهم اهتمام وعايزين يتشافوا كده. هم طبعا عايزين يتشافوا لان هم دوائر الحياة عندهم بدأت تقل، يعني قدراتهم الصحية أقل، فقدرتهم إن هم يروحوا ويجوا أقل، وعلاقاتهم قلت لأن الناس كتير في دائرتهم مش موجودة، فبالتالي الأكتيفيتيز اللي بيعملوها، أنشطة اللي بيعملوها في يومهم أقل بكتير، فبيبتدوا يلجأوا للأسف لجذب الانتباه عن طريق كذا حاجة، أولهم المرض، إن كل ما تشوفيهم بيشتكوا من حاجات معينة مرضية، هم مش بيتدلعوا بس هم بيبالغوا في كل عرض موجود علشان يكتسبوا أو يجتذبوا محبة ولادهم وحبايبهم، عايزينهم يشوفوهم وما عندهمش حديث اخر يفتحوه، فيبتدوا يركزوا جدا مع نفسهم. والطبيعي ان دماغي لما بتكون مثلا ما عنديش حاجه شغلاني فانا بدور على الجزء السلبي، فيبتدوا يفتشوا جوه نفسهم، هو انا ناقصني ايه، طب انا تعبان من ايه، طب انا النهارده دايخ عن امبارح، طب انا النهارده مش شايف عن، طب انا جسمي وجعني اكتر من امبارح، وهكذا. فيبتدوا يركزوا مع اعراضهم اكتر وعشان يجذبوا الانتباه فيبتدوا يبالغوا احيانا في ده. طب واستجابه بقى الاولاد والاحفاد للطريقه دي في جذب الانتباه، يعني الاحسن ان هم يتجاوبوا معاها ولا نحاول يعني نتغاضى كاننا مش سامعين؟ تجاوب مع المشاعر ولا تتجاوب مع الاعراض. اي شخص بيحاول يجذب انتباهي بعرض معين، لو انا استجبت للعرض ده انا بغذي عنده هذا العرض. يعني لو مثلا طفل بيعاند وعمال يجذب انتباهي بالعند، لما هركز مع عنده هيزيد،
بس لما بركز مع الشخص وادي له حب فانا بقلل اللي عندي. كذلك مع الكبير، لو بيعاند يعني كتصرف طفولي او بيستدعي المرض كتير او بيشتكي كتير، فانا هدي له اهتمام اكتر شويه واحاول اشوفه هو صحيا محتاج حاجه ولا لا، لان طبعا في امراض شيخوخه كتير فاحنا محتاجين صحيا يكون عندنا متابعه ليهم ولكن مش مراقبه ليهم، علشان ما نبقاش ضغطينهم ولا ضغطين نفسنا. طب موضوع بقى الذاكره، يعني احنا ذكرنا كلمه الذاكره وسط الكلام كده، هي الذاكره دي مفتاح الكبر. ده الرعب كله طبعا. يعني بنسمع كتير جدا عن اي حد كبير في السن يبتدي ينسى، ناس تشخصه الزهايمر، ناس تقول لا يعني مش قادر اقول لك انا فرحان بيكي قد ايه وانت بتقولي الزهايمر. لا يوجد على الارض شيء اسمه زهايمر، هي مش الف ولام ومش الف ولام تعريفيه، هو راجل الماني اسمه الزهايمر. لا ما ينفعش انا اغلط، عيب يعني طبعا. انا عايش معاك في بيت واحد ما يصحش. تمام. ففكره ان الخوف من النسيان قصدك، جميل قوي. هو النسيان له شكلين، له شكل ان انا يكون لا قدر عندي الالزهايمر او مرض الخرف او الشيخوخه، ان يجي لي ديمنشيا او زهايمر، والخرف مش مقصود بيني بخرف، هو هو ترجمة كلمة ديمنشيا خرف. الخرف المقصود بيه ان الذاكرة بتبوظ نتيجة لا قدر الله حد جاله جلطات او تعرض لحادثة او تعرض لخبطة فحصل له مشكلة عضوية في مخه فبدأت الذاكرة تقل، او ان حصل الالزهايمر اللي هو فيه نتيجة مشكلة في خلايا المخ فبدأ المخ ينكمش يعني يصغر في حجمه فيبتدي الذاكرة بتاعته تقل، فيبتدي يفتكر الحاجات البعيدة، يستدعي الذكريات القديمة جدا وينسى الذكريات الحديثة. مثلا انت اكلت ايه من ساعه هو مش فاكر، اكلت ايه امبارح حصل ايه كذا هو مش فاكر خالص ذكريات النهارده ولا امبارح، بس فاكر كويس جدا لما اتجوز والسنه اللي اتخرج فيها والمطرب اللي كان بيسمعه هو صغير وهكذا، فممكن يحكي لك قصص قديمه كتير بس مش قادر يفتكر الحاضر اللي احنا فيه. وعنده مشكله في التخزين، يعني مش بيقدر يخزن معلومه جديده، فبالتالي لما بتقول حاجه مش بيعرف يفتكرها، مش بيعرف يريكول المعلومه الحاليه. ده شكل اللي اسمه الالزهايمر او فقدان الذاكره او لخبطه في الذاكره. ولكن في شكل تاني وبيحصل كتير ومتكرر جدا عند كبار السن، اللي هو الاكتئاب، اللي بنقول عليه السودو ديمنشيا، اللي هو الشبه الخرف. يعني النهارده لو عندي اكتئاب ذاكرتي بتتاثر، كذلك الشخص الكبير لما بيخش في الاكتئاب اول حاجه بتتاثر عنده الذاكره، يبتدي ينسى الاحداث وينسى حاجات، بس غالبا بيفتكر وبيبقى عارف انه بينسى. يعني ايه؟ يعني مثلا هو بيجي يشتكي لك انا بنسى المفاتيح كتير، انا بحط المفتاح في حته وبنساه مش بلاقي النضاره بتاعتي، فهو عارف انه بينسى. الشخص اللي عارف انه بينسى ما عندوش الزهايمر، ما عندوش ديمنشيا، وعنده مشكله مع الاكتئاب او التوتر، فمحتاج علاج للسكه دي. والله يا دكتور الحلقات دي اكتر من ان انا انبسطت واحنا بنعملها، انبسطت من كميه المعلومات الجديده اللي انا عرفتها بجد والله. طب كويس الحمد لله. عن العيله وبيت العيله وكل فرد في العيله، وفي معلومات كنت عارفاها ونسيها، وفي يعني كده حصل ثوره معلومات. طب الحمد لله والله فرحتيني جدا. انا يعني طبعا قبل كل حاجه محتاج اشكرك جدا 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 على مجهودك في الحلقات، في الاعداد وفي التسجيل، وطبعا في الايديتنج بتاع الحلقات وفي البوستنج، يعني كنت قايمه بدور الجوكر في كل حاجه. فيعني محتاج اشكر بشدة واحتفل بيكي بنهاية الحلقات، وشكرا ليكي جدا. ثاني حاجة محتاج اشكر الناس جدا اللي تابعتنا واهتمت انها تسمعنا، ومحتاج اشكر الناس اللي ادتنا فيدباك، يعني الفيدباك اللي بيجي عظيم ويعني اسعدني جدا، من الناس اللي بتقولي كلام حلو والناس اللي مركزة وبتسمع ومهتمة تتعلم حاجة. والفيدباك اللي بيجي يعني بشكل مباشر، الكومنتس على اليوتيوب وعلى الساوند كلاود وعلى الفيسبوك، حقيقي كلهم ناس بتساعدنا جدا، شكرا ليكم. وان شاء الله نفضل على تواصل دائم باذن الله، ويكون عندنا دايما معلومات جديده مفيده وتكون مؤثره وملهمه. كل سنه وحضراتكم طيبين يا رب ان شاء الله. انا مبسوط ان انا جزء من العمل ده. طبعا انت الجزء الاهم. ربنا يخليك. كل سنه وانتم طيبين. كل سنه وانتم طيبين. وعلشان تتابعونا سبسكرايب على الساوند كلاود شانل واليوتيوب شانل، التو شانلز اسمهم دكتور مصطفى النحاس، وكل يوم سبت الساعة 2 الظهر خلال رمضان هيبقى عندنا لقاء لايف نجاوب فيه على أسئلتكم.